انا الاسم ديالي بوشعيب سباب، من قريب لهاد الناس، هاد العائله، عائله فقيره عندها جوج وليدات معوقين، 30 عام هو شاد الفراش، المراه كتعيش حاله ماساويه، حاله ماساويه للغايه، غير الناس ديال الدوار هما اللي كيروفوا عليها، كيتهلاو فيها، ما عندها لا ما لا ضو لا والو، كتعيش لا بقر لا بلاد لا والو. الحاله اللي كتعيش فيها هاد المراه حاله مزريه للغايه، وحنا كنطالبوا من هاد الناس، الا كان شي ناس محسنين وبغاو يعاونوا هاد السيده، مرحبا مرحبا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين.